أما القضية الأخرى، نبي نتعلم كيف ندعو وإلى أي حد تدعو الله سبحانه وتعالى. يعني وقف معي وخلك صادق، هل أنت تدعي الله باستمرار؟ إلى أي حد تدعي الله؟ هل تدعي الله في المستحيل ولا في الممكن؟ في القليل ولا في الكثير؟ الصحيح أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بكل شيء، من الصغير للكبير، الممكن والمستحيل. فبعض السلف ورد عنهم يقول بعضهم إني لا أسأل الله حتى ملح الطعام الذي في الزاد، وبعضهم يقول إني أسأل الله حتى في شسع نعلي إذا انقطع. وحتى المستحيل مستحيل علينا، بس الله ما عليه مستحيل، إنك تدعو الله بشيء غير ممكن، غير منطقي. لنا عبرة بأنبيائنا. المثال الأول، زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ضعيف وشايب، والآية اللي بعدها على طول يقول وكانت امرأتي عاقرة. طيب شايب وضعيف وامرأتك عاقر، وش تبي؟ وش دعائك؟ فهب لي من لدنك وليا. يعني شيء مستحيل وغير منطقي، شايب وامرأتك عاقر أصلا ما تنجب، كيف تبغى ولد؟ لا، يقول واجعله ربي رضيا. شوف الجمال بعده بالآية، الآية اللي بعدها على طول الله سبحانه وتعالى ناداه وقال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هاي أعطاه الله الولد. الأغرب بالأمر الآية اللي بعدها، زكريا نفسه اللي طلب يقول قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. وهذا أكبر دليل أنك تطلب مستحيل. زكريا نفسه اللي طلب يقول يا ربي أنا شايب ومرتي عاقر يا ربي. وش جاوب الله سبحانه وتعالى؟ أكد له، قال الله سبحانه وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين. شف يضاقت عليك الدنيا بأي أمور، تذكر كلمة الله سبحانه وتعالى هو علي هين. فلا تقل لدي هم كبير، بل قل لدي رب كريم كبير يقول هو علي هين في أمر مستحيل، فما بالك بأمر. تفهم أنت شو الكلام هذا؟ ولنا عبرة بنبي الله سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنت تتعامل مع الوهاب، أعطاه الله الملك. لما نتصفح كلمة وهب لي في القرآن، شوف شوف وهبنا له إسحاق ويعقوب كلهم يا والد فيكم أنتم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وهبنا لداود سليمان وهبنا له أهله ومثلهم معهم. يوم قصد نبي الله أيوب، صبر أيوب شيء مستحيل، خلاه مرته شباب. الله كبير يا جماعة الخير، أنا أحيانا يا أخي يخوني التعبير، يا أخي يجيك حماس كذا يوم تقرأ سورة مريم ولا تقرأ قصة أيوب ولا قصة داود، وإيش الكلام هذا؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا اللي يعطينا